طيب هرجع بيك ورا شويه وهوصل مع حضرتك لنقطه مهمه نتكلم فيها عن انتوني موديست اللاعب الجديد للنادي الاهلي. بس هسالك سؤال وبعدين هوريك مفاجاه. الاول هو المدرب اللي اخترق للانضمام لباوك روب ياكوبس. مين؟ روب ياكوبس. روب ياكوبس. خلينا نشوف ماذا قال روب ياكوبس الكابتن مجدي ونرجع نكمل. Vrienden uit Egypte, voetballers van El Ahly, die een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes wat we hadden met PAOK in 1990-91. Met Hossam Hassan als de grote uitblinker. Fantastische spits, doelgericht, snel, sterk, kortom een geweldige speler. Ibrahim. Idem dito, ook een geweldige goede jongen, hele goede wedstrijdinstelling en mentaliteit. En Magdi Tolba, bekend van zijn fameuze linkerbeen, wat altijd aparte spelers zijn en die een geweldige techniek had. Met die drie spelers heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Zij tilden het PAOK van toen naar een hoog niveau. We hebben daar Europees mee kunnen spelen en halen. Wat ik daarvoor met Feyenoord heb gehaald. En ik hoop dat jullie het goed gaat. Maak er iets moois van daar bij El Ahly. Een geweldige Egyptische club. Het voetbal in Egypte is een hoog niveau. Houd dat vast en maak daar iets moois van. Heel veel succes daar allemaal. En veel voetbalplezier. Groeten, Rob Jacobs. حضرتك ما شفتوش من امتى؟ اعتقد من عمر. ما شفتوش من 92. يا نهار ابيض. 92 93. يا نهار ابيض. هو لسه فاكر وعنده 80 سنه وواحد من اشهر المحللين في الدوري الهولندي الان. لكن اصل هو كان لما شافني واحنا في يوغوسلافيا ساعتها في فتره الاعداد، كنت انا مع النادي الزمالك في الوقت ده. لما شافني اصر على انه على ان النادي يتعاقد معايا. فطبعا النادي هناك في اليونان في الوقت قالوا له المصري ما كره ايه اللي في مصر، ما احنا نعرف ان فيها جمال وبتاع وما فيهاش كوره. فقال لهم لا، هو انا عايزه، فلو مش هتاخدوه انا هاخده انا وهوديه هولندا. فشافوه مقتنع جدا بالموضوع ده، بعتوا جابوا اعضاء مجلس اداره او المسؤولين عن التعاقدات بحد من مجلس اداره في نفس اليوم او ثاني يوم على طول، بالعقود بتاع في كل حاجه، واحنا قاعدين في الاوتيل في كل حاجه خلصت في 24 ساعه يعني، عشان اصراره هو عشان هو اللي عايزك. وساعتها شفت حاجه جديده كانت عليا جديده جدا، انه جاب كابتن التيم، جاب كابتن التيم وقعد معاه وجابني نادالي ده، واحنا بنعمل عقد او قبل، قال له مجدي اللي احنا شفناه هنا هنتعاقد معاه ويبقى موجود، انت ايه رايك فيه؟ فبرضه قعد يتكلم معاه وكانت حاجه بالنسبه لي يعني اجيب لعيب من الفرقه واقول له رايك، فعرفت يعني ازاي تتعامل مع كابتن تيم وازاي يبقى في كابتن ده كان سنه 92 ده الكلام، لا الكلام ده 89 اقصد. فكان طبعا كان الكلام ده مختلف تماما عن كل اللي الواحد شافه في حياته طبعا يعني. الواحد اتعامل كتير يعني ولعبت في كاس الاتحاد الاوروبي ضد اشبيليه. صح، اشبيليه وباريس سان جيرمان في نادي في بلجيكي ميخلن البلجيكي وميخلن، وفي نادي في النمسا برضو تاني اللي هو بتاع الاستراس النمساوي ده، مش فاكر اسمه. مش فاكر اسمه. شتورم جراتس؟ لا مش فاكر اسمه.